نعود مشاهدينا إلى ملف اليمن والتقرير الذي عرضناه قبل قليل الذي يتحدث عن معاناة اليمنيين ما بين ما يجري من قتال وما بين انتشار وباء الكوليرا. وللحديث عن الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من صنعاء السيد محمد الأسعدي المتحدث باسم اليونيسف. أستاذ محمد مساء الخير، أهلا بك معنا. وباء الكوليرا اكتسح اليمن، أعداد الوفيات في ارتفاع، ما آخر إحصائيات لديكم بحسب المناطق إلى الآن؟ ما هو أهم من الإحصائيات هو أن الوباء ينتشر ويتمدد جغرافيا ويزداد نفوذ هذا الوباء وتأثيره على الآلاف من اليمنيين خصوصا في المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة. آخر الإحصائيات التي وصلتنا صباح اليوم تقول أن هناك أكثر من 17 ألف حالة اشتباه بالكوليرا أو بالإسهالات المائية الحادة في 14 محافظة يمنية. هناك أكثر من 209 حالات وفاة خلال الثلاث الأسابيع الماضية. هذه أرقام كبيرة وأرقام مخيفة مقارنة بموجة الكوليرا السابقة العام الماضي. الموجة السابقة خلال 5 أشهر كان هناك 27 ألف حالة. هذا وضع صعب جدا، تفاقم هذه المشكلة الصحية والأزمة الكبيرة التي يعاني منها اليمنيين الآن بسبب تدهور نظام الصرف الصحي، تدهور شبكات المياه، أيضا عدم قدرة المواطنين على توفير المصاريف الأساسية من أجل شراء المياه المحسنة أو الحصول على مياه صالحة للشرب. المشكلة تتفاقم مع الوضع الاقتصادي المتدهور، مع الوضع المعيشي المتدهور، مع حرمان أكثر من 1,200,000 مواطن يمني من رواتبهم على مدى 7 أشهر حتى الآن. نعم. طيب ماذا تقدم اليونيسف؟ اليونيسف ماذا تقدم في هذا الصدد لحماية الأطفال؟ اليونيسف تعمل مع كافة الشركاء في العمل الإنساني وأعمال الإغاثة والصدات الصحية لتوفير أولاً الإمدادات العلاجية للمستشفيات والمرافق الصحية، أيضا على المستوى الوقائي تعقيم المياه ومصادر المياه وخزانات نقل المياه. اليوم على سبيل المثال وصلنا تقرير بأن خلال الأيام الماضية استكملت الفرق الميدانية من تعقيم أكثر من 3300 شاحنة نقل المياه التي تنقل المياه إلى المنازل أو تنقلها إلى المطاعم والمقاصف والمرافق حتى المرافق الطبية. ايضا قمنا بحملات توعويه في المناطق المختلفه التي شهدت الوباء من اجل رفع الوعي بالسكان ورفع الوعي بالنظافه. علاوه طيب. على ذلك وزعنا حقائب نظافه بما فيها الصوابين ومستلزمات النظافه الشخصيه للاسر الفقيره. طيب قدرتكم على السيطره على الوضع، يعني ما نسب القدره في السيطره على الوضع؟ هل سواء انتم كيونيسف او ايضا من خلال تعاونكم مع الجهات الامميه، الجهات الصحيه، هل هناك قدرة على السيطرة على انتشار الوباء الآن؟ إذا استمر الوضع كما هو عليه سيكون من الصعوبة السيطرة عليه. هناك جهود كبيرة وحديثة تجري على مدار الساعة بلا توقف طبيا ومن خلال تنقية المياه ومسائل توعوية. نتمنى أن يتم السيطرة على الوضع، ولكن إذا استمر تفاقم المشكلة بهذا الحجم وبهذا التسارع قد يكون الأمر صعب. لكن نحن نأمل بوعي المواطنين ونأمل من كل الأطراف أن تكثف جهودها بالتزامن مع جهود اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية بحيث يمكن تدارك الأمر وأيضا احتواء هذا الوباء. شكرا لك محمد الأسعدي المتحدث باسم اليونيسف، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من صنعاء.